السلام عليكم في فيديو جديد من apprendre les règles de la pétanque. Article 13. Déplacement du but dans un autre jeu. في هذا الارتيكل من القانون هو الارتيكل رقم 13 غادي نتكلموا فيه على القوانين المتعلقه فاش كيتحرك لينا البوشون وفاش كيدخل لينا الواحد لاعب اخر. Si au cours d'une main, le but est déplacé sur un autre terrain de jeu, limité ou non, le but est bon, sous réserve des dispositions de l'article 9. Et donc, qui dit le canon que le bouchon il est حرك لينا في اطار واحد الجوله او واحد لامين وهذاك لو بوت تحول لينا وتحرك او لديبلاسا واحد تيرا اخر ديال اللاعب فهذاك التيرا الاخر يقدر يكون تراسي او لا ففي هذه الحاله هذه لو بوت تعتبر مزيان. هنا تعطونا بانه كاين حالات خاصه كيموت فيها البوشون وهي الحالات المذكورة في الارتيكل رقم 9. في هاد النقطة هذه كتلاحظوا هذا مثلا تيران ليبغ، هذا تيران كبير هو هذا اللي كيبان لنا بالازرق وهادو هما الحدود ديالو. فإذا كنا لاعبين في هاد التيران وكيطيرنا البوشون وكيدخل دائما في وسط هاد التيران ولكن عند واحد فريق اخر اللي كيلاعبو تاهم حدانا، فهنا فهو تيران اللي هو ليبر فيلتر لينا البوشون. هنا غالبا البوشون تيبقى مزيان في حالة الا ما كانتش عندنا شي نقطة من النقاط ديال الارتيكل 9 بحال مثلا البوشون ما كيبانش، اذا فهادي من النقاط اللي ممكن ان نعتبر فيها البوشون ميز. لكن إلا ما تطبقوش هذوك النقاط اللي هي موجودة في الارتيكل رقم 9 فالبوشون كيبقى مزيان. في هذه الحالة هذه إلا كنا كنلعبو حنا في هذا التيران وكان وحدين آخرين كيلعبو حدانا في تيران آخر بحال هكا وكيطرنا البوشون هنايا، فهو طرنا ودخلنا لواحد التيران اللي هو ليميتي، ففي هذه الحالة البوشون باقي مزيان كما قلنا بشريطة أنه ما تطبقش فيه شي نقطة من النقاط ديال الارتيكل رقم 9. هنا حالة أخرى، إلا كان واحد الفريق كيلعب هنا فهاد التيران اللي هو ليبغ وفي وسط هاد التيران اللي هو ليبغ كاين واحد التيران اللي هو ليميتي، لكن هاد التيران كيبقى داخل هاد التيران، فإلا هاد الناس هادو اللي لاعبين هنا طار لهم البوشون ودخل هنا فالبوشون يقدر يبقى مزيان بشريطة أنه ما يطبقوش فيه النقاط ديال الارتيكل رقم 9. غالبا أن فريق هذا اللي لعب هنا في واحد التيران اللي هو تخاصي، فإلا خرج لهم البوشون هنا وكان هذا هي لا لين دو بيرت بالنسبة لهم هما، ففي هذه الحالة كيتعتبر البوشون ديالهم ميت. Les joueurs utilisant ce but attendront, s'il y a lieu, la fin de la main commencée par les joueurs se trouvant sur l'autre terrain de jeu pour finir la leur. Les joueurs concernés par l'application de cet article doivent faire preuve de patience et de courtoisie. إذا القانون كيتكلم لينا على أنه البوشون إلا مشى تطار لينا ودخل لينا لواحد تيران دو جو آخر عند واحد وحدين اخرين كيلعبوا، فكيخصنا نتسناو هذوك اللاعبين حتى يكملوا لامين ديالهم الجوله ديالهم عاد باش من حقنا اننا نكملوا لامين ديالنا. وهنا كيتكلم لنا القانون على ان اللاعبين اللي غادي يبغوا يطبقوا هذه النقطه في القانون كيخصنا يتحلوا بالصبر وبالتعامل الجيد مع الفريق اللي لعب حداهم، وما يمكنش يكونوا بطبيعه الحال كيتقلقوا ولا كيتسرعوا ولا عندهم صبر قليل. هنا توضيح لهذه النقطه اللي كنتكلموا عليها، فاذا كنا لاعبين في واحد التيران اللي هو ليبر، اذا هذا هو التيران كامل هو هذا كيبان لكم هنا بالازرق، لاعبين وحدين في واحد هنايا عندنا هذا هو السيركل وحنا كنلعبوا هنايا وهذا هو البوشون ديالنا وهذو هما الكرات ملعوبين ثلاثه ديال الكرات جوج من طرف واحد الفريق وحده من طرف فريق اخر. الجانب ديالنا كاين هنايا واحد مجموعه بي اللي هما لاعبين حتى هما بيناتهم، هذا السيركل ديالهم اللاعبين هما في هذا الاتجاه، هذا هو البوشون ديالهم وهذا باقي بحال اللاعبين هما جوج ديال الكرات. فإلا تلعبت واحد الكرة من طرف الفريق هنايا هادو وكتلاحظوا بأن البوشون تقاس طار ويدخل لهنا. هنا كنسمع في عدة مرات أن لاعبين كيقولوا هاد البوشون راه ترافيرس اللعب إذن راه مات، هاد البوشون راه دخل عند وحدين آخرين إذن راه مات. هنا القانون في الارتيكل رقم 13 كيقول لينا بان هاد البوشون راه مزيان بشرط انه لا تحققت فيه شي نقطه من النقاط ديال الارتيكل رقم 9. وهنا كيخصكم ترجعوا للفيديو ديال الارتيكل رقم 9 باش تشوفوا كل النقاط اللي كتقتل البوشون، وما كايناش نقطه كتقول لينا بان البوشون راه الا مشى ترافيرسا لينا واحد الجو ولا دخل لينا لواحد التيران اخر ديال فريق اخر راه مات، الا في بعض الحالات محدده راها مشروحه في الفيديو ديال الارتيكل رقم 9. في هذه الحاله هذه القانون كيقول لنا بان هاد اللاعبين اللي كاينين في هنا فهما اللي غادي يكملوا اللاعب ديالهم، حيت عاوتاني نقطه اخرى اللي دائما تنشوفها كاين شي واحد كيبدا يقول هادو
تيبدا يقولوا لهادو اجي نلعبوا حنا وياكم كره كره، يعني حنا نلعبوا كره ونتسناوكم عاوتاني وانتم تلعبوا كره وحنا عاوتاني نلعبوا كره وهما يلعبوا كره. هذا حتى هو خرق للقانون، فما كايناش هذه القضيه ديال نلعبوا كره كره، وانما القانون واضح وصريح كيقول لنا بان هما هاد الفرق بجوج غادي يكملوا هاد اللاعب ديالهم حتى يكملوا لامان ديالهم، وحتى هما غادي يتسناو في حالة اذا كانوا باقيين غيرجعوا للجهه الاخرى ولا غير ذلك، في حين ان هذا الفريق عاد باش غادي يلعب حتى يكملوا هادو لامان ديالهم الجوله ديالهم عاد باش هادو يلعبوا لامان ديالهم. اذا كان التيران تراسي بحال هكا وكان هذا الفريق هذا لاعب هنا في التيران وهادو مع واحد الفريق خصم وهنا عاوتاني وحدين لاعبين هنايا في هذا التيران، فبالشكل الى كانت عندنا واحد الكره من هذا اللاعب اللي قاست البوشون وطيراته بحال هكايا، فهنا غادي يكون البوشون طار لواحد التيران اللي هو تخاصي، لكن واخا طار لواحد التيران تخاصي فهنا ما كايناش شي حاجه اللي كتقتل لنا البوشون كما قلت بشرط الى طبقات شي نقطه من النقاط ديال الارتيكل رقم 9. كذلك ما كنقولوش هاد البوشون راه مات وما كنلعبوش معاهم كره كره، وانما كنتسناو هادو حتى يكملوا لامين ديالهم حتى يكملوها، في هذه الحاله غادي يوقفوا هما غادي يتسناونا وحنا غادي نلعبوا في هذا الاتجاه حتى نكملوا لامين ديالنا. À la main suivante, les équipes continuent sur le terrain qui leur a été affecté et le but est relancé du point où il se trouvait lorsqu'il a été déplacé, sous réserve des dispositions de l'article 7. هنا كيشرح لنا القانون بانه فاش كتكمل لنا هذيك لامين، اي من بعد ما طار لنا البوشول واحد التيران ولعبنا، يعني البوشول ما ماتش وكملنا اللعب، تسنينا هذوك الفرق حتى كملوا ولعبنا حنايا داخل التيران الاخر ديالهم، فهنا كيقول القانون بانه غادي نعاودوا نرجعوا للتيران اللي كنا لاعبين فيه وغادي نلوحوا البوشول من البلاصه فين كان قبل. هنايا عندنا كذلك كنحترموا قوانين خاصه بالارتيكل رقم 7، كذلك هناك فيديو يوضح هذا الارتيكل رقم 7 وهناك فيديو للبارتي رقم 1 ثم للبارتي رقم 2 كتوضيح لهذه النقطه. عندنا احنا لاعبين هنايا وواحدين اخرين لاعبين هنايا في هذه البلاصه هذا وفي هذا الاتجاه، دائما واحد الكره تضرب البوشون وكتدخل بحال هكا، فهنا غايبه لينا بانه احنا لاعبين هنا وهادو لاعبين هنا، ديال البوشون كيبان حسب الارتيكل رقم 13 بانه طار واحد التيران اخر، هاد التيران ديال هاد الفرق اللي لعبه هنايا، فاش غادي تكمل لامين هنا؟ واش كيخصنا نهزو البوشون ونعاودو نرجعو هنا اولا لا؟ فهاد الحاله هادي الا كتشوفوا التيران فين حنا لاعبين وفين حتى هما الاخرين لاعبين فهو تيران واحد اللي هو تيران ليبر، هو كبير هنايا، اذا فهاد الحاله هادي فما كنطبقوش هذيك النقطه ديال اننا غادي نكملوا غادي نهزوا البوشون وغادي نعاودوا نرجعوا للبلاصه لا، وانما هاد التيران كامل فهو تيران اللي هو ديالنا اللي هو تيران كنلعبوا فيه، فهو طار لنا البوشون هو طار، هادو فاش غادي يكملوا غيحيدوا الكواري ديالهم، حنايا غادي نكملوا نلعبوا الكواري ديالنا، هما غيقدروا يكونوا هزوا البوشون ولا لاحوه في واحد الاتجاه هزوا البوشون ديالهم لاحوه هنا ولا غير ذلك، حنا غادي نكملوا لامين ديالنا، غادي نحيدوا هذوك الكواري ديالنا وغادي نحط السيركل هنايا ونلعبوا، يعني نلعبوا في هذا الاتجاه ولا نلعبوا في اتجاه اخر ولا غير ذلك، يعني الاخرين غيكونوا اما سالوا كاع على بارتي ديالتهم ومشاو في حالهم، اولا لاحوا البوشون من هنايا لهنا وهما عندهم الحق حتى هما لاننا كلنا كنبارطاجيو نفس التيران اللي هو تيران ليبر، وهذا التيران اللي هو شاسع واسع وكيضم واحد المجموعه ديال البارتيات، لكن فاش كنكونوا لاعبين في التيران التخاصي فحنا لاعبين في هذا التيران هذا وهذا تيران اخر، هنا ما كيخصناش نخلطوا ما بين تيران التخاصي وما بين لي تيران اللي هما ليبر، فلو كنا لاعبين حنا في هذه النقطه هذه يعني لاعبين من هذا السيركل نحو هاد البوشون ولاعبين هنايا وبفعل واحد الكره تحرك لنا البوشون ودخل التيران التخاصي اللي حدانا، هنا كيكون هاد البوشون باقي مزيان الا ما تحققاتش فيه شي نقطه من النقاط ديال الارتيكل رقم 9. هاد الحاله كما سبق وذكرنا غادي تسناو هادو اللي لاعبين هنايا حتى يكملوا لامين ديالهم، غادي ياخذوا السيركل ديالهم والكواري ديالهم غادي يهزهم من التيران، قدروا يتراسيو البوشون ديالهم يحيدوا البوشون ديالهم، انذاك قدروا نكملوا حنا لامين ديالنا، يعني نلعبوا في هذا الاتجاه نكملوا نلعبوا كواري ديالنا حتى تكمل لامين ديالنا، وهنا القانون كيقول لنا كيخص اللاعبين يتحلاو بالصبر، اذا حنايا خصنا نصبروا حتى يكملوا هما لامين ديالهم، وحتى هما في هذه الحاله غادي يتسناونا
مفروض علما تسناونا لان ندخلنا لواحد التيران تراسي ديالهم، فغيتسناونا وغيوقفوا غيتسناونا حتى نكملوا لا مين ديالنا. فاش كتكمل لا مين ديالنا كيفاش غادي نلعبوا البوشون؟ في هذه النقطه كيخصنا البوشون ديالنا نرجعوا به للتيران فين حنا كنا لاعبين. هنا كيبان لنا بان البوشون كان تراسي، اذا ما عندناش مشكل، فكنمشيو وكنبداو لا مين جديده دايره على من المنطقه اللي كان فيها تراساج ديال البوشون، وغادي نلوحوا البوشون ديالنا في هذا الاتجاه ونبداو مين جديده. لكن في حاله الا ما كانش البوشون تراسي، هنا ممكن اننا نقولوا بان البوشون كان هنا وطار في هذا الاتجاه هذا وقف هنايا وهنا، فالبوشون فهو داز من هاد النقطه هذه تقريبا. اذا فتقريبا كان البوشون عندنا في هذا المجال هذا هنا، وفاش طار البوشون ويدخل هاد التيران وقف في هاد المكان. فالمنطقه من خرج البوشون هي تقريبا في هاد النقطه هذه، وكنجيبوا السيركل وكنحطوه في هاد المنطقه وكنلوحوا البوشون من هاد السيركل. اذا شكرا على المتابعه، وموعدنا فيديوهات جديده وارتيكل جديد. تابوناو مع لاشين وما تنساوش تفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد.